فرحة كبيرة عم تعيشها النجمة الذهبية نوال الزغبي مع إطلاق ألبومها الجديد كيدا باي، واللي طلب منها فترة طويلة من التحضيرات المكثفة والجهد الكبير اللي عم تظهر نتيجته واضحة من خلال الأصداء الإيجابية اللي عم بيحققها العمل. وبهالمناسبة كانت أقامة شركة روتانا احتفالية ضخمة شهدها فندق الفور سيزنز، وخلاله احتفلت نوال بجديدة الغنائي. بهالطريقة طلت نوال على المحبين بعد كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي لشركة روتانا السالم الهندي، وتقديم خاص للإعلامية جومانا بعيد. أما الحضور الكبير فكان بينهم إعلاميين، شعراء، ملحنين وفنانين أصدقاء أمثال شمس الغنية نجوى كرم اللي حبت تبارك لها وتكون حدة بهالمناسبة السعيدة، إلى جانب النجم ناجي أسطى والممثلتين ماجي بغصن وشكران مرتجى. الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي كان حضر بهالاحتفالية إلى جانب عدد من المدراء الروتانيين مثل فراس خشمان، شربل دومت، توني سمعان، حمد الناصر وحبيب رحال. وأبو فواز كانت فرحته كبيرة بعودة نوال لأحضان الشركة وبألبومها الجديد. صراحة أنا بهني نفسي وهني نوال بهذه العودة، احنا كثير مبسوطين بالعودة هذه، وهنيها كمان على نجاح الألبوم كده باي. ألبوم صراحة يعني من على قولت المصري من الآخر، ألبوم حلو وحقق نجاحات حلوة، وإن شاء الله يعني نأمل إن شاء الله الألبومات القادمة كمان تكون نفس المستوى وأكثر. شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم المعروفة بأخلاقها العالية حبت ترد المبادرة وتحضر شخصيا وتبارك لنوال تجسيدها للصداقة القوية اللي بتجمعهم من سنوات، وهالأمر كان سبق وأعلنته خلال لقاء إلى معنا. حبينا هالغيرة الموجودة بينك وبين نوال بالفترة الأخيرة، أدي عم بيكون في هيك صداقة حلوة. غيرة على بعض مش من بعض. طبعاً أكيد. لكن أول شيء. يقال إنه أخصام الماضي أصدقاء اليوم أو منحسين. لا ما كنا أخصام الماضي، لونا بيختلف كمان عن لوني، لوني بيختلف عن لونا. كنا نتنافس بطريقة كتير شريفة، وكان في محبة بعيدة. وتوجت بالألفية الثالثة بعد النضوج الفني، اتوجت بلقاءاتنا وترجمت، وهذا بدل على أنه الفن ما بعمره بحارب، الفن بحب، الفن بفرح، الفن هو رسالة. كل عمرك النجمة الذهبية، ما منتفاجأ أنك تنزلنا ألبوم حلو، لأنه نحن ناطرينك وجمهورك ناطرك. يلا كسر الدنيا نوال. من بعد ما غنت قدمت جديدة وألقت السلام على الحضور. نوال تحدثت بلقاء سريع لأغاني أغاني والزميلة جوانا يوسف عن فرحتها بهالاحتفالية الضخمة وبفرحة المحبين فيها. أكيد كتير مبسوطة أنه في نجاح مع شركة أنا كتير بحبها، بعتبرها بيت التاني، والأستاذ سالم يعني كيف بدي أقول لك خيلة إلي، وبكفي قلبه بياخد الأخلاق، بيحب الفن، بيحترم الفنان، بيقدره، وعلى طول يعني ولا مرة بيرفض لي طلب. هيدا شيء بيخليني أقوى أكتر وقدم أشياء أكتر وينفتح لي مجال أشتغل أكتر وأوسع. كان عم بيقول لي قبل شوي أكتر أغنية حبها بالألبوم كده باي، قال لي هيدي هي. هي بصراحة أنا لما سمعتهم الألبوم جنوا طاروا. عائلة نوال أيضا كان لها طاولة خاصة زينت الحدث، جلس عليها والدها ووالدتها وشقيقيها مرسال وداني. أما اللافت فكان حضور بنتها تيا بعد ما فرقتهم المشاكل العائلية لسنوات، عادت المحبة لتجمعهم عن جديد. وعلى رأي المثل الدم عمره ما بيصير مي، وتيا مش بس اختارت صالح إمها بهالليلة، وإنما اختارت إطلالة ولون فستان مشابه لإطلالة إمها اللي كانت سعيدة جدا من الداخل بعد فترة من الجفاء بينهم. اليوم نوال تيا مش بس حبت تفرحك وتكون معك بالألبوم وتبارك لك على طريقتها الخاصة، حبت تلبس نفس اللون اللي لبستيه أنت اليوم، نفس الأناقة عندها إياها ونفس الذوق كمان اللي علمتيها عليه وورتيها إياه، الذوق الحلو واللبس الحلو والأخلاق الحلو. Thank you يا حبيبة قلبي، أنا بتشكرك كتير، والله يخلي كل الأمات والولاد ويخليهم لأهلهم، لأنه وخاصة أنا كأم وكبي بنفس الوقت بحس حالي أنه مسؤوليتي كتير كبيرة،
والله يعطيني القوة لأقدر وجههم صح، هي أهم شيء. خرجت احتفالية ألبوم نوال الجديد عن الحفلات التقليدية لأطلاق الألبومات الغنائية، فكان فيها الكثير من الأفكار الفريدة والمميزة، وعلى رأس غناء لبعض هتات الألبوم مباشرة على المسرح بفرقة فرقة موسيقية ضخمة ترأس المايسترو إليل عليا. نجوى كمان ست نجوى اليوم كانت معك اليوم، وحبت كمان تبارك لك على طريقتها الخاصه. شو بتقولي لها؟ يعني نجوى حبيبتي واختي وصديقتي وانا وياها بنتشارك الافراح ان كان هي ولا ان كان انا، يعني سعادتها لا تنوصف، وهذا الشيء بيعني لي كثير كثير كثير. شعراء، ملحنين، مخرجين، فنانين وإعلاميين هنأوا نوال بالألبوم الجديد وعبروا عن فرحتهم بنجاح جديدة. يعني بدي أقول لها ألف مبروك. اليوم الاحتفال الرسمي يمكن بالألبوم، بس الألبوم تقريبا صار له أسبوعين، عم نشوف التضارب الآراء يعني بين الكل أيها أجمل غنية. هيدا دليل أنه دليل نجاح الألبوم، لأنه في تنوع كان موسيقيا وكان بالمواضيع المطروحة. فبالله ألف مبروك. بعد الغنية المفضلة هي المحاية، يعني إن شاء الله الكل، يعني أنا بعتبر هيدا الألبوم من أجمل الألبومات الصادرة مؤخرا بالعالم العربي. يعني أنا موجودة لبارك لها ولأستمتع بحضورها بأغانيها الحلوين. بدي أقول لها ألف مبروك نوال، محبة نوال، قلب كبير، واللي عنده قلب كبير وعنده شغف وحب وعشق لشغله، يعني ما بتتفاجئ انه يضل النجاح حليفه طول العمر. الألبوم منوع، فيه كتير من الالوان الغنائيه، وهذا تعودنا فيه على نوال، كان اللون الايقاعي واللون الرومانسي، والألبوم حلو وناجح، وواضح انه الناس يعني بلشت تحبه من اول ما نزل. اول شيء صداقتي فيها بتجمعني من فتره كتير كبيره، معه ومع خي مرسيل حبيب قلبي اللي هو بعده بيعرف، هو معزته عندي، انا ما عندي اخوه هو خي، ونوال كمان اختي وحبيبه قلبي. بدي اقول لها مبروك، مبروك الرجع على روتانا، مبروك الالبوم، مبروك النجاح، النجاح الحلو. نوال مطرح الطبيعي بروتانا، ف مثل كأنها لراحت ورجعت. الألبوم حلو، عم ياخد نجاح، وهيدا اللي دفع يكون هاي الاحتفالية بهيدا الشكل، والكلمات اللي قلتها وانكتبت من القلب، ولما يكون عندك مادة حلوة بين إيديك أكيد بتكد بإسهاب. اشتغلت محاية بألبوم كده باي، حسيت أنه أنا لازم أعمل شيء مختلف بهذا الألبوم، لأنه الألبوم كتير كبير ومنوع، في مصري في لبناني، والمواضيع اللي موجودة بالألبوم كتير جديدة طرحها، فإذا ما كان في موضوع قوي بطريقة معينة جديدة مشغول رح يكون كتير متعب. موضوع المنافسة بالألبوم كانت كتير مخيفة وكان كتير متعب. أول شيء بقول لها ألف ألف مبروك على الألبوم اللي كتير حلو، كتير متنوع، كل غنية أخذت حقها، كل غنية حبوها العالم لأنه ما بتشبه التانية. غنية محاية، أنا شخصيا فخور أني كتبت هيك كلام، وفخور أكتر أني اشتغلت مع نوال الزغبي. الحمد لله كان الأصداء حلوة حسب ما شايفين، وبتخيل بعد الأسهم رح ترتفع أكتر. وبدي لها نوال مبروك الألبوم، ألبوم رائع جداً، وبوعدها أنه الألبوم الجاي بلشنا نحضر له ردي، الألبوم الجاي رح يكون فيه التات أكيد أحلى وأحلى بكتير إن شاء الله. أنا بدون مثل ما قلتي، أنا كان هذا الشيء عبالي أعمله من زمان، أني أصور لنوال الزغبي النجمة الذهبية، والحمد لله قدرت أحقق هالشيء. بتمنى أكون قدرت ضيف شيء لنوال، مبسوط كثير إنه كنت جزء من هذا الكامباك تبعها. أنا بدي لها مبروك، وبعرف قد تعبت على الألبوم، وبعرف قد حطت تقلة بهذا الألبوم للكامباك تبعها، وكسر الأرض الألبوم، إن شاء الله بعد بكسر أكثر ومنجح لنجاح، وأنا بحبها كثير، بتمنى لك كل التوفيق. احتفالية عودة نوال الزغبي لتحت الجناح الروتاني كانت بتليق بالمناسبة الغالية، فكل شيء كان متقن ورائع، والفضل بيعود لفريق عمل ضخم سهر وتعب من أجل إنجاح هالليلة، على أمل أصداء الألبوم الإيجابية تكبر وتزيد، والنجاح يبقى صديق نوال الزغبي الوفي والدايم.